الجميلة اللي في تانية إعدادي جالي منهم تعليق من أول صفحة 64 لحد صفحة 80، بس المهم إن أنا حليت الليسننج وبدأت بعد كده أحل المحادثة. طبعا دي صفحة 65 دي البداية. بيقول لك أحمد بيسأل كريم على his favorite subject، على المادة المفضلة بتاعته. بيقول له what's your favorite subject؟ school subject، يعني إيه مادتك المفضلة؟ فقال له science اللي هو العلوم is my favorite school subject. فينا سأله أكيد هيقول له why. Do you like it? Why do you like it? ليه بتحبها؟ ليه هيقول له السؤال ده؟ لأن هو بيقول له because، لأن I learn many things، أنا بتعلم أشياء كثيرة. ما دي ميزة مدة العلوم إنها بتعلمني حاجات إيه؟ حاجات كتير. فقال له How many lessons do you have a week? Five lessons. كم عدد الدروس أنت تاخدها في الأسبوع؟ هذا قوي كده، يعني كم عدد دروس تاخدها في الايه في الاسبوع. فقال له 5. قال له do you like reading، تحب القرايه؟ yes I do، اكيد كلنا بنحب القرايه. I buy a book every week، انا بشتري كتاب كل اسبوع، انا مش بحب القرايه بس انا بشتري كتاب كل اسبوع. فقال له هنا نقط. قال له my father is my hero، يبقى اكيد هيقول السؤال الشهير اللي هو مين هو بطلك المفضل، who is your hero. القطعه مسز مروه had to visit a friend، مضطرة انها هتزور صاحبتها who has been ill، وكان مريضة. وشي asked her، بتسألها her daughter منى to come to the living room، عشان تروح ال living room and told her to start cooking lunch in an hour، وتطبخ في خلال ساعة. Mrs. Marwa got ready to go out، وقررت انها تخرج. Before she left، قبل ما تخرج she told منى، قالت لمنى not to open the door to anyone، تفتحش الباب لأي حد يا منى. And asked her، وطلبت منها ان هي تذاكر الهومورك بتاعها، يعني تطبخ وتعمل هومورك وتفتحش الباب لحد. تمام. To on her way، في الطريق بتاعها to her friend's house، وهي راح بيت صاحبتها. Mrs. Marwa saw her son، شافت ابنها يوسف. He was playing football، كان بيلعب في الشارع in the street with his friends، مع اصحابه. يوسف said he was very sorry، انا اسف يا مام، بيقول لها انا اسف. So Mrs. Marwa told him to buy some potatoes for lunch، قالت له خلاص اشتري بطاطس للغدا. While he was walking to the market، خد بالك ان كل اللي احنا بنتكلم ده فيه في الماضي المستمر، هو راح السوق اشترى البطاطس. وقابل met his friend احمد، قابل صاحبه احمد، فوقف طبعا معاه شويه. يوسف has seen his friend، مشافش صاحبه for a long time، وقت طويل جدا. they decide to، قرروا ان هما يروحوا السينما. and يوسف forgot to buy what his mother asked him، نسى ان هو يشتري الحاجات اللي مامته طلبت منه ان هو يشتريها اللي هي البطاطس. she became angry، بقت غضبانة with him. what does the message talk about، القطعة بتتكلم على ايه؟ على Mrs. Mona's family، اكيد يعني Mrs. Mona's family. طيب why do you think، ليه انت معتقد ان يوسف نسى الحاجات بتاعته؟ لانه قابل صاحبه he met his friend he hasn't seen him for a long time، وما شافوش hasn't seen for a long time، من وقت طويل. في هنا سؤال what does the underline، ايه الكلمة اللي تحتها خط اللي هي she refers to، طبعا اللي هي تشير الى Mrs. Marwa، انا اسفة مش Mrs. Mona، هي اللي هو ايه شاف اللي هي مامته واللي هي كانت زهقانة جدا عشان اللي هو عمله. تمام. The underline word angry، angry يعني غضبان، بتعني unhappy، مفيش حل تاني غير سعيد. Marwa told Mona، Marwa قالت لمنى يا منى to start cooking in an hour، تبدأ الطبخ في خلال ساعة. يوسف hasn't met his friend أحمد for a long time، وقابل صاحبه أحمد قابلهوش من فترة طويلة. Do you not it's good idea to have a been friend، do you think، هل أنت تعتقد؟ ده كده السؤال اللي هو صفحة 67. She was wearing a very not dress، her friends like it حبوه، يبقى very beautiful dress، صحابها حبوا الفستان بتاعها. He is very clever، هو شاطر جدا. He studied hard، he always studied hard. تمام، طالما هو شاطر جدا. Can I not a cup of tea please، can I have،
بنرجع السؤال لأصله أو الفعل لأصله. نقط the meat into small pieces before you cook it. يبقى cut، قطع اللحمة حتت صغيرة قبل ما تطبخها. هي فين اللحمة يا عم؟ You not be careful when you use a knife. You must be careful. لازم تكون مركز وانت قبل ما تعمل أي صيبة. That book is you should read it. That book is good. الكتاب ده كويس، المفروض انك تقرأه. Is a person who asks others for money. البني آدم اللي بيطلب من الناس الفلوس. أكيد البيجر اللي هو الشحات. مش هيكون الميكانيك اللي هو الميكانيكا أو الوركر العامل أو الدكتور. Go up. اطلع فوق. The نقط. Her office is on the right. Go up the stairs. اطلع السلالم. Stairs يعني السلالم. Number C. You should study. You should study well. لازم تذاكر كويس. There is an important note tomorrow. There is an important test tomorrow. ده في امتحان بكرة صعب فلازم تتركز كويس عشان تذاكر. What note has got the have you. أصل have بتاخد you ويو they. My lunch use to be a taxi driver. My uncle. بسم الله الرحمن الرحيم. My uncle used to be اللي هو اعتاد على. You shouldn't eat. لا eat. لان بعد shouldn't بيجي فعل في المصدر. A bakery. المخبز. Is the place where. حيث. لان المخبز ده مكان. 68 ده listening. انا بحله دايما مع نفسي وابدأ بعد كده بالاختياري. سوري بالمحادثة. خالد asking علي about his father's job. خالد بيسأل علي قص على وظيفة بابا. فبيقول له what's your father's job. انا معرفش الحقيقة بابا بيشتغل ايه، بس هنا طبعا قال له في هنا قال له he works in a Tanta prep school. يبقى he's a teacher. ما اكيد يعني اشتغل في المدرسة ايه. ففي هنا نقط where علشان بيشتغل في المدرسة. يبقى where اين يعمل. where does he work. خد بالك معايا يعني دايما السؤال بوير بيجي بعده أداة استفهام اللي هو does وفاعل وفعل في المصدر. بيشتغل فين؟ قاله في المدرسة. المدرسة عادية. في سؤال he teaches English. he bought subject. ايه هي المادة اللي هو بيدرسها. what subjects does he teach. ايه هي المادة اللي هو بيدرسها. ممكن لو انا كتبت what subject بس مش غلط يعني. هي المادة اللي بدرسها. فهيقول له do his pupils like him. yes they do. طبعا بيحبوه ده بيموتوا فيه. do you want to be a teacher like him. نفسك تبقى مدرس زيه. yes I do. على صفحة 39 there have been hotels. في اوتيلات كتير. for hundreds of years. لمئات السنين. but لكن they might be different in the future. لكن ممكن يكونوا مختلفين في المستقبل. There are friendly people. ناس وددين. Who write your name and address at the reception desk. اللي هم بيحط الناس اللي بتقعد اللي هو receptionist موظف الاستقبال اللي بيكتب اسمك وعنوانك وبياناتك وبيقابلك وابتسامة. هو أصلا مخنوق الدنيا واللي فيها. Carry your bags ويشيلك شنطتك to your room and give your breakfast. وبيعملك الفطار in the morning. In Japan there is a hotel. في كمان في اليابان في فندق. Where there are no people working at all. اللي هو الناس اللي مفهوش اي عمال. There is done by robots. اللي هو بيبقى الشغل كله من خلال الروبوتات. When you first arrive at the hotel to check. اول ما توصل الهوتل to check in. A robot tells you. الروبوت بيقولك you what you do. هتعمل ايه. You should enter information. ممكن تدخل معلومات about yourself عن نفسك on a computer. The robot is able to communicate in lots of different languages. والروبوت ممكن يتكلم بلغات كتير. communicate يعني يتواصل. واحنا خدناها في الوحدة الأولى. في الثانية. You don't need. انت مش محتاج a key for your room. مش محتاج a key. مش محتاج مفتاح. The robot will help you and الروبوت ممكن يساعدك. And it's able to turn the lights on and off and answer simple question. وممكن يتطفي النور وتقيده ويجاوب عليك اسئله بسيطه ما ترازيش فيه يعني. اول سؤال what does the passage talk about. القطعه بتتكلم عن ايه. على hotels
اللي هو او هوتل اي هوتل اي هوتل اي روبوت، يعني القطعة بتتكلم على فندق بيدار بواسطة الروبوتس. How do you think ازاي تعتقد ان الهوتلز will be different in the future؟ انت معتقد هل ان ممكن it will be controlled، ممكن تتحكم بيها controlled by روبوتس، ممكن نتحكم فيها من خلال الروبوتس؟ تمام. السؤال بعد كده بيقول لك who writes information at the hotel in Japan، مين اللي بيكتب المعلومات عن الهوتيل in Japan؟ the receptionist او the robots. انا هقول the reception على حسب بقى مين اللي تحتها خط ديت اللي هي there refers to، بتشير لايه؟ ليه هوتيل، ان العمل هناك كله من خلال الروبوتس. All the work in Japan، كل العمل في Japan is done by robots. The word different، كلمة different يعني مختلف. In the passage is the opposite of the same، اللي هو متشابهين. Not you always listen to music on your mobile، دايما انت بتسمع مزيكا طبعا. Do you، السؤال ب do، السؤال ب يا شباب بدو، معلش الحتة دي انا جاوب عيب. You mustn't your car here. It's not allowed. You mustn't park. أنت مش لازم تركن عربيتك هنا. I often with my relatives on happy occasions. I often دايما أنا بتواصل اللي هو communicate مع قرايب. برضو الوحدة الثانية. I always give money to a charity. دي الوحدة الثالثة اللي هي الجمعيات الخيرية. Last summer my family، الأسبوع اللي فات أو الصيف اللي فات عيلتي، ده ماضي يبقى have، لا انما ايه had، المضارع منها ايه have، لكن الماضي had، اللي هو قضينا وقت fantastic holiday in Morocco، في المغرب يا بختكم. Number 4 is a place where people go when they do something wrong. البريزون، الناس بتروح فين لما تعمل حاجه غلط؟ طبعا في السجن. My team knocked the cup in 2018. My team ايه؟ طبعا الكسب، كسب ال 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 كسب الكاس. One the cup. The telephone rang، ده كده ماضي بسيط. While تامر not doing، لا طبعا تامر was doing، ده كده ماضي مستمر. People wear sunglasses، الناس بترتدي النظارات to protect their eyes. The not is an area of very dry land، المدينة المكان اللي هو او المنطقة اللي هي بتبقى very dry land، المنطقة اللي هي شديدة الجفاف. You mustn't use، انت يا شباب مستقبل الجميل، mustn't دي بيجي بعدها الفعل في المصدر use مش using. Why are you driving so slowly، هنا ده موضوع ده فعل، يبقى هنا slow اهي ونحط ال why. عمر is the boy who، طبعا ده فاعل عاقل فبنستخدمه. I used to play basketball but I don't now، اتعودت ان انا العب باسكتبول بس دلوقتي انا ما بلعبش باسكتبول. الباراجراف، هكتب الباراجراف. هي لما جيت اعمل باراجرافين اللي بيتكلموا على بتعمل ايه في الاجازه، الباراجراف الاول هنزله لكم في الواتس في الوصف، على فكره هو نفس الكلام اللي في الباراجراف الثاني، الاثنين شغالين على بتعمل ايه في الاجازه، بس حبيت احلل لكم الباراجراف الثاني على اساس انه قريب شويه من الفكره اللي هو بتعمل ايه في الاجازه، الثاني بتعمل ايه انت وعيلتك يعني. المهم انا هكتب لكم شويه افكار، مش هكتب باراجراف كامل، وانتم عندكم الوصف كل الباراجرافات فيه. فهنقول طبعا انا هعمل ايه في الاجازه، اكيد هلعب تنس. اي بلاي تنس اون هوليديز، دايما بنحط كومه وبعدين بنكمل. I play tennis، أنا بلعب تنس. I usually، ممكن أكتب ظرف من ظروف التكرار. Usually always sometimes often، المهم هتقول إنك بتعود تلعب في الأجازة وبتصحى متأخر مش بتصحى بدري، ومثلا I get up early. I visit my grandma، اللي هو بزور جدتي، على أساس إن دي برضو من الحاجات اللي إحنا بنعملها دايما في الأجازة. وبعدين بعد كده I play football أو I
بلاي فيديو جيمز، بلعب فيديو جيمز. سوري انا خليتها ماضي، خليها مضارع انت. وكمان هتقول I go to the sports club، انا بروح نادي رياضي. كل دي حاجات احنا بنعملها في الاجازة. وبعد كده I ممكن برضه اقول ان انا I enjoy playing football، اللي هو بحب العب كورة. طبعا يا ريت في السبورت سنتر، متلعبش في الشارع. وممكن تقول كمان I ride bikes، بركب عجل. عايز تركب كامل اوكي، عايز تركب دونكي اوكي، المهم ان انت ايه بتعمل حاجة في الاجازة وخلاص. وطبعا I play with my friends، انا بحب بلعب مع صحابي او بلعب مع ولد عمي. I play with my pet، اللي بلعب مع حيواني الاليف.